عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. يعني الإنسان إذا أراد أن يذكر الله لك أن تذكره باسمه المفرد، أن تقول الله الله، ولك أن تذكره بالأذكار هذه التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان تعني أنا أنزه، أنزه الله عن كل ما لا يليق به، وتعني أيضاً أنني أمجد، يعني أجول في عظمة الله، وتعني أيضاً أنني أخضع. فإذا نزهته ومجدته وخضعت له فقد سبحته. أحياناً الكلمات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تفقد مضمونها. يعني إذا الإنسان ما خضع لله عز وجل وقال سبحان الله بلسانه، هذه الكلمة فقدت مضمونها. أما أصل هذه الكلمة أن تنزه وأن تمجد وأن تخضع. إن نزهت ومجدت وخضعت فقد سبحت. بالمعنى الدقيق كيف تمجد؟ النفي سهل، أنه لا ليس كمثله شيء. لكن التمجيد لا بد من أن تفكر في خلق الله عز وجل من أجل أن تكتشف عظمة الله عز وجل. يعني طريق التمجيد أن تنظر في ملكوت السماوات والأرض، طريق التمجيد أن تنظر إلى الآيات التي بثها في الآفاق وفي نفسك، طريق التمجيد ألا تمر على هذه الآيات مرور الكرام، بل مرور المتأني المتبصر. فإن أردت أن تكون في مستوى التسبيح فلا بد من التنزيه، ولا بد من التمجيد، ولا بد من الخضوع. على ستار الكعبة إذا الإنسان دقق النسيج مكتوب عليه سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هي الأرضية غير الآيات المطرزة. أما النسيج أساسه سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من هاله الليل أن يكابده، يعني صعب عليه قيام الليل، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله. إنه بالنهاية الاتصال بالله هو النهاية، هو الغاية. أيام بيقول لك إنه الجهاد مقاتلة العدو، لكن تقاتله من أجل ماذا؟ من أجل أن تدله على الله، من أجل أن تأخذ بيده إلى الله. لو أنه فرضاً أتيح لك أن تأخذ بيده إلى الله، هو الأصل، الأصل أن تأخذ بيده إلى الله. يعني في جهاد متاح إذا أتيح لك أن تنقل الحقيقة للآخرين، أتيح لك أن تعلم القرآن، أتيح لك أن تبص الهدى في الآفاق، أتيح لك أن تبرز عظمة الإسلام، أتيح لك أن تأخذ بيد الناس إلى الله. وهذا أهم ما في الجهاد، لأنه شرع الجهاد من أجل هذا. من هنا قال الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا، سمى هذا جهادا كبيرا.
فمن هاله الليل أن يكابده، أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله. رواه الطبراني، ولا بأس بسنده إن شاء الله تعالى. الآن في عنا عدد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه. نص على أنه تذكر 100 مرة، وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم والترمذي. سبحان الله وبحمده 100 مرة. فنحن الأذكار التي وردت في كتاب النووي هي أذكار النبي عليه الصلاة والسلام. الإنسان أيام يتمشى بالطريق، رياضة، ماذا يفعل في المشي؟ يذكر الله. جلس في البيت، يعني هذا الذكر هو به يطمئن القلب، غذاء القلب. وعن مصعب بن سعد قال: حدثني أبي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. هذا التسبيح معناها ذكر، معناها أنت قريب من الله عز وجل. أنه عبدي إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. العبرة ألا تنسى الله عز وجل، تذكره بهذا الذكر سبحان الله وبحمده. طبعا اليوم الدرس سبحان الله وبحمده، البارحة كان لا إله إلا الله قبل يومين، هي أذكار النبي اللهم صل عليه. إن قلت لا إله إلا الله ذكر، سبحان الله وبحمده ذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله ذكر، حسبي الله ونعم الوكيل ذكر، أستغفر الله ذكر، الله الله ذكر، إذا قرأت القرآن ذكر. أعطيك دائرة واسعة كثير منوعة، مثل بستان كله فواكه وثمار، كل من أي شيء، من أي شجرة شئت، لمجرد أن تقرأ القرآن فأنت ذاكر قراءة، لمجرد أن تقول سبحان الله وبحمده فأنت ذاكر، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي الباقيات الصالحات، فأنت ذاكر. إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله هذا ذكر، حسبي الله ونعم الوكيل ذكر. أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم والنسائي. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مجموع الكلمات نزهته ومجدته وخضعت له وحمدته ووحدته وكبرته، يعني عرفته، وإن عرفته عرفت كل شيء، وإن فاتك فاتك كل شيء. يعني أحيانا الإنسان يدخل لبيت صديقه، يجد عنده شخص، بيقول له: الأخ ما عرفنا عليه. بيقول له: سعيد حومد. يعني عرفته غير كلمة، ما عرفت شيء عنه إطلاقا، مو هي المعرفة. تعرف اسمه، المعرفة تعرف اسمه ودرجة ثقافته وعمله ووضعه الاجتماعي ودينه وأخلاقه. فأنت مع شخص لا تقبل أن تعرفه باسمه،
لا بد من إضافات. قل له يعني صديقك يقول لك صديقي، الأخ وين أين تعمل؟ يقول لك عملك. متزوج؟ يقول لك متزوج. كم ولد في عندك؟ وين ساكن؟ مشان تعرفه. أنت مع إنسان بدك تعرفه ببعض المعلومات الإضافية. ربنا عز وجل خالق الكون أخي، الله خلق الكون ما بتكفي هي. فهون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كبرته ووحدته وحمدته وسبحته. هي الباقيات الصالحات، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمدا. هي تبقى، الدنيا تفنى وهي تبقى. إذن أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. نعم. آخر حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يغرس غرسا، فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قلت: غراسا. قال: ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. هي أذكار اليوم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بس عند كلمة سبحان الله وبحمده، يعني أنت بحياتك تجد إنسان عظيم بس ما لك علاقة معه، ما أعطاك شيء، ما قدم لك شيء، ما خدمك، أو ما له عمل طيب بس قوي قوي. هنا في شيء ثاني: سبحان الله، نزهته عن كل ما لا يليق به، مجدته، خضعت له، هو بس محسن إليك. سبحان الله وبحمده، واحد يشوف شخص محترم جدا بس ما له والده، أما لو كان أبوه، أبوه عاطيه، مأكرمه، مربيه، مقدم له مال، مزوجه. فإذا واحد وقف أمام أبوه ما حيشوف إنسان عظيم فقط، حيلاقي إنسان محسن. يعني بينضاف للتعظيم الشكر: سبحان الله وبحمده، مثل له الملك وله الحمد، تشبهها. يعني عظيم ومحسن، عظيم ومقدم لك شيء سمين، عظيم ومنحك نعمة الوجود، عظيم منحك نعمة الإمداد، عظيم منحك نعمة الإرشاد والهدى. يعني الأصل أيها الإخوة، الحياة معقدة جدا والوقت قليل جدا، كل واحد مرهق بالعمل، لكن لا يخلو أنه في وقت فراغ جالس، يعني أن تنتظر إنسان معك مسبحة: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني هو الأفضل أنه الإنسان صباحا يذكر الله عز وجل بعد الصلاة أو قبل الصلاة، لكن ممكن بأي وقت فراغ ينتظر إنسان ماشي بالطريق، راكب سيارة، مسافر، ممكن يذكر الله عز وجل ذكر خفي، مو شرط يكون ذكر معلن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بعدين فيها وزن موسيقي، يعني ذكرى لطيف على اللسان، صياغتها كثير جميلة: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم. فاليوم الدرس: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا عبرت هذه الكلمات عن معرفة بالله، عن تنزيه وعن تمجيد وعن خضوع وعن توحيد وعن حمد وعن تكبير، فهذا جزء من معرفة الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.